نبدأ فرح أولى فقراتنا لليوم مع عالم الموضة، العالم الواسع يلي بهم كتار. أكيد مع ابتداء موسم الأعياد بنحتار شو بدنا نلبس، سواء من فساتين سهرة أو من شغلات بتناسب سهرات العيد، أو ممكن تكون شيك سبور لزيارة معينة نروح نعايد فيها. لنتحدث عن هدول التفاصيل أكثر ونعرف شو بيلبق لنا، شو موضة هالسنة، أكيد بيسرنا نرحب بمصممة الأزياء هلا حباش. يسعد صباحك وأكل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب. بالحديث معي. وأنت بخير الله يسلمك. يسعد صباحك. صباح وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا يعني اليوم خلينا نقول إنه الموضة بتشغل بال السيدات والرجال. مزبوط. الكل بيحب يطلع بمظهر كتير لائق ويكون راضي عن نفسه. بالأول خبرينا موضة السنة شو؟ هلا السنة كتير يعني مبلشة بالألوان الداكنة تقريبا، لأنه هلا بتعرفي على الربيع الشتوي والربيعي، الأحمر الغامق والأحمر الفاتح، الأورانج الغامق والفاتح، والأخضر الداكن. كتير هلا الألوان دارجة السنة. حلو. يعني هلا عم نشوف غير الالوان فرح، عم نشوف البريق شوي، الشيء اللي عم يلمع كثير هي السنه هيك ضايج. يعني السنه الماضيه نحن شفنا انه المخامل الشمايه ما بتطل موطه، ولكن السنه عم نشوف بيلمع الذهبي الفضي داخل مع الشاموا مع المخمل. شو القصة؟ هلأ كتير في طبعا البيات كتير نازل بقوة بهالسنة، بس في كمان الكارويات والجلد تماما. جلد الحياة واللي رايح بين الأسود والأبيض، والكمان البني والعسلي كمان، هدول كتير نازلين يعني ودارجين. الجلد كتير بقوة هلأ نازل هالشتوية بكل شيء، يعني كموضة يعني بكل شيء، بالجزمات بالثياب بالفساتين بكل شيء نازل. هلا يمكن سالي ما بعرف اذا بتوافقيني انه كثير من البنات بيلحقوا الموضة شو صح. نازل شيء جديد صح. يلا هي السنة شو اللون شو الموديل صح. بس كمان في بنات سالي اوقات انا بكون منهم ما كثير بلحق الموضة، بشوف انه شو لابق لي اكثر شيء، ممكن هي الموضة تلبق وممكن هي الموضة ما. الصراحة كثير بتأثر شكل صبية، يعني شو بيلبق لها، طويلة نحيفة قصيرة، ولون بشرتها يعني كتير بيأثر الألوان على لون البشرة، يعني اختيار اللون للون البشرة كمان كتير بيأثر. فام يعني مو هالنصيحة الكبيرة أن الوحدة يعني تلحق التريندينج والموضة، المفروض أنه هي شي تشوف شي اللي بيلبق لها، يعني لأنه كمان إذا بتاخدي التريندينج بتلبسيه وهو مو لابق لك، فيعني بتفشل القطعه عليكي، المفروض انه تكون ناجحه فتلبسي الشيء اللي بيلبق لك. تماما. يعني هلا اذا بدنا نسال شو موضه هالسنه، نحن عم نشوف بالاسواق مثل ما ذكرتي البيات والجلد والشاموا، جميع الانواع نازله السنه على السوق، ولكن خلينا نحن نشوف شو الموضة عالمية. هلأ تقريبا في العقد الكبيرة بالفساتين أو بالقمصان، في الأبات الكبيرة، البناطلين الخصرة عالي العريضة من تحت، كمان الكمام البف، الفساتين البيضة الطويلة، التنانير الطويلة المكسي، وكمان في السفاري كتير دارج السفاري السنة، يعني الزرار موجودة بكل قرنة، بالقمصان بالجواكيت كتير السفاري كمان دارج السنة. هلا يمكن نحن عم نحكي عن موديلات بعضها كانت من زمان زمان سالي إذا بتتذكري. تفكير كنت عم فكر. كنا نشوفها من زمان يمكن عند أمهاتنا أو حتى قديمة صح. اليوم عم ترجع موضتها وبنفس التفصيل، يعني ما زادت شيء، بالعكس تبع بنشوف الصور يمكن بنقول نحن واو شو كانوا يلبسوا حلو. مزبوط. اليوم عم ترجع تخبي قطعنا. هلا هي قصات السبعينات كتير دارجة، القصات تبع السبعينات دارجة بقوة، الخصر مع التنورة شوي باف القصيرة البوصلانة اللي عند تحت الركبة تماماً. كتير دارجة، فهدول القصات ومثل ما قلت لك الأبات العريضة والفيونكات والربطات الكبيرة، هذا كله موديلات السبعينيات كتير رجعت هلأ، يعني السنة لساتها بقوة ماشية يعني.
تماما. يعني مثل ما ذكرت فرح انه الخزانه تبع الوالده مثلا بنلاقي فيها الكرويات، بنلاقي فيها حتى التنانير كنا نستغربها، بس الكرويات الحمراء والكرويات الخضراء والكرويات الاسود والابيض هاي كثير درجه السنه لساتها. حتى القصات تبع الفساتين عم نشوف الفستان الكلوش كمان كثير دارج، حتى التنوره المكسره يعني والتنوره المكسره كثير حلوه يعني كثير هذا لوش الارض دارج كثير هي التنانير. يعني رجعاني السنه هلا على الربيع كثير في تنانير على الارض وصلاني يعني كثير. هلا نحن عم نحكي بشكل عام يمكن عن موضه السنه والالوان، طيب الموضه هي منين نشات؟ خلينا نعرف منك اكثر. هلا تقريبا بدك تقولي الموضه يعني اصلها هي فرنسا باريس. او باريس، لانه بعد ثوره فرنسا بلشت الموضة عندهم بالشغلات المزركشة وبالفساتين الكبيرة وبلشت تقوى عندهم الموضة، فهن يعني منبع الموضة حصرا. يعني إذا كان دور العالمية الكبيرة مثل شانيل وكلها يعني وديور وكله هذا تأسس يعني بباريس والموضة طلعت من عندهم يعني. تماما، حتى ما بننسى كافالي اللي هو بإيطاليا شيء كتير مهم وفارق كمان. أكيد. هو ما أنا نظلم شوية الطليان شوية تعبان، بس المدرسة بتضل الكبيرة للفرنسيين أكيد. تمام. في موضة أيضا بالأثاث بالستائر. طبعا. يعني الموضة هي ملاحقة كل تفصيل بتفصيل حياتنا. أكيد. خلينا أيضا نحكي قديش نحن مهم اختيارنا الصح للبيت ديكور البيت. هلا ديكور البيت بالنسبه هلا انا يعني تقريبا انت بعيده عنه، ولكن كمصممه ازياء ممكن الستائر طبعا، بس هو نفسيه الشخص كمان كثير بتلعب دور باي اختيار للالوان للموضه لللبس للثياب للفرش للبرادي. يعني احيانا بتشوفي نفسيات بتحب اللون الفاتح الفرش الفاتح البياضي البرادي البيضه، بتحسي انه في توسع بكل شيء، يعني حتى بلبسه بتحسي انه بتحب تلبس ألوان فاتحة، فبتحسي أنه في عندها هيك نوع من التفاؤل. في ناس لا بترغب الألوان الغامقة مثلا، بتحسي أنه الديكور كذا بيروح. فالموضة كتير لها عالم واسع جدا تماما. بين التياب بين الديكور بين أي شيء يعني بخصه. طيب خلينا نقول كمان سالي، مو بس للسيدات، للرجال اليوم عم بيكون عندهم عشق وهوس بالموضة، يمكن صح عم يسبقوا النساء بهذا الموضوع بكل شيء. بتشوف ماما بتشوفي انه اليوم فعلا كمان الرجال لهم موضه كل سنه، وفي بعض الرجال ممكن يلبق لها البعض الاخر ما يلبق لها، ممكن تعطيهم بعض النصائح او بس اختصاصك؟ هلا انا يعني اختصاصي سيدات، بس انا بشوف احيانا كثير شباب كثير بيغلطوا بكثير شغلات بيلبسوها، خاصه مثلا اللي بيكون شوي مثلا طول القامه عنده قصير او مو طويل كثير، فبيلبس بنطلون فاتح او بيلتبس، فبتحسي انه هو كثير او ناصح ولابس ضيق او ناصح يعني لابس كتير ضيق او لابس الوان او مخطط بالعرض مثلا، كتير يعني لازم ينتبهوا لهي القصص. يعني بفكر انه هو ما كتير يعني كموضه، بس كمان كتير بتاثر عليه، يعني الالوان بتاثر عليه وعلى لون بشرته كمان. الاسمر بيلبق له الالوان الفاتحه وبيلبق له الاوف وايت مثلا، ما بيخطر بباله يلبس اوف وايت مثلا. تماما. بيلبق له الاورانج بس يعني كمان نفس الشيء اللي بشرته بيضه بيلبق له الكحلي والاسود والالوان الغامق أو البني الغامق، خاصة أنه كمان السنة موضة البني المحروق والعسلي. تماما، يمكن حتى مثل ما ذكرت فرح الشباب بتهمها الموضة، ولكن استخدامهم أحيانا بيكون لا أو انتقاؤهم للتياب بيكون غلط مثل ما حكيتي. حتى مثلا اللي لهم شوية كرش ممكن يلبسوا شغلات ما تبين هذا الشيء، بيلجأوا أحيانا للكنزات البدي يعني بيلبسوها بكثرة. عم نشوف كثير شباب وشباب الصغار بالعمر يلي كثير عم يلبسوا بنطلون ساحل، يمكن هو موضة ولكن يعني ما دائما انه هذا البنطلون يعني كثير احيانا الاجسام ما بتناسبها نهائي. تماما. فبتقصر الرجلين كثير، فبيعطي هو منظر يعني قصر للقامة، يعني اكثر ما انه يعطيه طول للقامة بيعطيه قصر للقامة. فكثير كمان الشباب عندهم مشكلة يعني انه في كثير شغلات ما بيعرفوا يلبسوها. هلا الشيء الحلو انه نحن يمكن عم نعطي
خطوط عريضه، انه مثلا الناصح لا يلبس مخطط، القصير لا يلبس خسرواتي. طيب خلينا نحكي عن نصائح عامه بتحبي انت توجهيها دائما للسيدات، هي يمكن مبينه للعين، ما في داعي الواحد كثير يدقق انه هيك لا تلبسي او هيك اعملي، حسب جسد كل صبيه. هلا انا كثير يعني كثير بنصح الصبايا والسيدات انه تبتعد عن اي شيء ما بيلبق لها، يعني دائما صحتها منيحه انه ما تلبس كثير الوان فاتحه او تلبس قصات غلط، يعني القصه الغلط كمان بتناسب الخصر، محيط الورك ومحيط البطن كثير في قصات معينه لازم يعني تتجه إلها. نعم. والألوان يعني كمان السمرة في كتير ألوان بتلبق لها، والبيضة كتير في ألوان بتلبق لها، فدائما تميل للألوان اللي بتلبق لها تماما، وما تتبع كتير الترندينج والموضة، لأنه يعني أنه هاي القطعة والله كتير هلأ موضة بس ما بتلبق لي، يعني إذا ما لبقت لي ما يعني ما بتعود بتناسبني، فياريت أنه تكون القطعة اللي بتتنقيها تناسبها باللون وبالقصة. أكيد. يعني هلا أيضا بنشوف أجسام مثلا خصرة نحيف عندها ورك مثلا بتعاني، مثل ما بعاني شوي أنا يعني، مثلا في حدا لا بيعاني خواصر، بيعاني كتاف، يعني كل حدا شكل جسمه له شكل جسم معين. صح. ولكن أيضا يعني قديش فينا نحن نلعب بالثياب لنخفي مثلا دفو صغير بجسمنا، احنا ما بدنا نظهره يعني انه يبين بشكل كثير واضح. هلا مزبوط هذا الكلام، هو هذا اللي انا اللي عم اقول لك عليه على القصه، يعني القصه كثير كثير بتلعب دور، خاصه انه الخصر لما مثلا بيكون واطي او عالي فبتنزلي الخصر لتحت او بترفعيه لفوق، اذا يعني كان خصر رفيع، خصر رفيع مثلا، كمان الخصر الرفيع هو ميزه ما انه هو عيب، عرفتي كيف؟ أكيد. هو ميزه، بس لما بدك تخطي الورك من تحته المفروض انك تعطي ما تعطي كثير، يعني تعطي القصه تكون شوي عريضه من تحت ما تكون كثير ضيقه، مشان تخفي اي عيبه او يكون اذا في عيب. حتى عرض الكتاف نفس الشيء، عرض الكتاف وقصه الصدر من فوق احيانا بتكون واسعه، يعني اخذه هيك بالعرض او اخذه مثلا قبه عاليه، القبه العاليه مثلا بتضيق، يعني عرفتي كيف؟ في قصات بتعرض الكتاف وفي قصات بتضيق الكتاف، فكتير الصبيه بدها تنتبه على عرض الكتف ومساحه الخصر ومساحه الورك كيف يتناسبوا مع بعضهم بالنسبه للقصه. تمام. في كتير صبايا يمكن بيجوا لعندك بيكونوا حابين موديل معين او لون معين، بعد النقاش ممكن يقتنعوا منك انه هذا الموديل او اللون ما بيلبق لي او هذا بنصحني، ممكن يقتنعوا بهذا الشيء او تعملي لهم مثلا كرسمه نهائيه انه ممكن هيك يطلع الشكل، فغيري رايي. هو افضل شيء انك انت تعملي سكتش وترسمي لون الفستان، يعني انت كمان تقربي لها السكتش من جسمها، لانه هي جسمها ممكن يكون مثلا في عندها ورك او في عندها خصر او في عندها، فالسكتش وقت ترسميه انه يوضح لها شكل الفستان، بحيث انه هي اذا كان في شيء هي مختارته غلط انا حاول ساعدها انه تصلحه او انه تلبسه بشكل صحيح. طبعاً. صحيح. يعني مع هالعالم الواسع فرح يلي ما منمل منه، وقد ما سألنا بنضلنا بدنا نسأل عنه، بدنا نتشكر وجودك معنا. سلميلي حبيبة الأمي، أنا كتير بتشكركم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا، بدنا نقول لك شكرا مرة تانية، يعني ما في أحلى من الموضة، ما في أحلى من الأناقة. شكرا لك.